أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف والأقلام العراقية والعربية والعالمية، ولكن في جولة في أهم العناوين. على موقع الحرة، جنرال أمريكي يكشف أولوية القصوى في مواجهة ميليشيات العراق. على المدى، الفساد أوقف عجلة الإعمار بعد حرب دمرت نحو 75% من المدن المحررة. على الزمان، الاغتيالات السياسية تقصي المنافسين عن السباق الانتخابي المبكر. على العربي الجديد، الاحتلال يقمع المطالبين برفع الحصار عن حي الشيخ جراح في القدس. وفي الشرق الأوسط، اقتراح دولي لمراقبة هدنة غزة واتصالات لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وعلى الخليج الإماراتي، وقف إطلاق النار صامد وغزة تستعد لمعركة إعادة الإعمار. وفي العرب اللندنية، الحريري يرد على عون أنت تمتلك باعا طويلا في تعطيل تشكيل الحكومات. قالت صحيفة المدى أن سياسيين ومراقبين يتوقعون أن تقوم الميليشيات بتصفية مرشحين للانتخابات وناشطين في تظاهرات بتهمة تأييد إسرائيل بعد أيام من وقف الحرب بين تل أبيب وغزة. إذا أضافت الصحيفة في تقرير لها أن نائبا عن تحالف الفتح التابع لميليشيا الحشد ألمح إلى انطلاق حراك جديد لنصرة إسرائيل بالتزامن مع استعداد الناشطين للخروج في تظاهرات جديدة في بغداد يوم 25 من الشهر الحالي. يتوقع ناشطون أن تؤسس الاحتجاجات الجديدة المزمع انطلاقها يوم الثلاثاء لمشروع جديد لرفض إجراء الانتخابات مع وجود السلاح المنفلت، ويدور جدل واسع حول ضمان نزاهة وأمن الانتخابات المبكرة التي ستجرى بعد 5 أشهر، خاصة مع وجود سلاح خارج سيطرة الدولة. وبحسب مصادر سياسية، فإن أكثر من نصف الفصائل التي تنتمي إلى الحشد الشعبي غير ملتزمة تماماً بالقرار العراقي. وتقول هذه المصادر إن نحو 40 من أصل 70 فصيلاً في الحشد يتلقى أوامر مباشرة أو غير مباشرة من طهران، ويقع خطر هذه الفصائل وفق ما تقوله المصادر في أنها أدوات للصراع الإيراني الأمريكي الذي يدور الجزء الأكبر منه داخل العراق. وتتوقع تلك المصادر أن تقوم هذه الفصائل بشن هجمات جديدة على المرشحين وخاصة من الأحزاب المدنية بتهمة تأييد إسرائيل في الحرب الأخيرة مع غزة. ويوم السبت حذر فالح الخزاعي، وهو نائب عن تحالف الفتح في البصرة، في تغريدة على حساب منسوب للأخير في تويتر من انطلاق حركة جديدة ثأراً لإسرائيل وأمريكا. وتزامنت تلك التصريحات مع تظاهرات 25 من أيار الحالي، والتي ستنطلق تنديداً باستمرار استهداف الناشطين والكشف عن الجنات. صحيفة المدى تشير إلى أن دعوات رفض الانتخابات تصاعدت عقب اغتيال الناشط البارز إيهاب الوزني من قبل مسلح مجهول قبل أسبوعين في كربلاء، متوقعة أن تبدأ تظاهرات 25 من أيار في بلورة فكرة العودة إلى الشارع لرفض الانتخابات والذهاب إلى التغيير السياسي الشامل. يتساءل كثيرون عن الحل في ظل دعوات المقاطعة المتصاعدة التي تحاصر الانتخابات العراقية القادمة المفترضة. وللرد على سؤال صعب في هذا النوع أو من هذا النوع، يرى إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب اللندنية أنه لا بد من الاعتراف بأن العملية السياسية من أول تأسيسها لا تسمح إلا بوضع بائس من هذا النوع، وإلا بنتائج ولا أيضا بنتائج خائبة بهذا السوء. نطالع.
لو تأملنا خارطة الفائزين في انتخابات 2018 بغض النظر عن صحة نتائجها وسلامتها من التزوير والقهر والقمع والبيع والشراء، لأدركنا أن المطالبين بمقاطعة الانتخابات القادمة معهم حق. فلو دققنا في نتائج انتخابات 2010 والتي قبلها 2005، لأصبح من الثابت الملموس أن الشعب العراقي لم يكن في الانتخابات السابقة جميعها، ولم يصبح الآن مؤهلاً وقادراً على أن يفرض إرادته الحرة الوطنية الواعية وأن يحدث التغيير المطلوب. وبرغم هذا الواقع التآمري المؤسس على الشكوك والكراهية بين زعماء الفرق السياسية المتنافسة على النفوذ، فإن هناك تفاهماً ثابتاً وقوياً على الحفاظ على جدران الإسمنت والحديد التي أقاموها حول البرلمان والحكومة، فلم يحترموا غيرها ولا يسمحون لأحد من خارج الدائرة المغلقة باقتحامها، والذي يظن بأنه قادر على كسرها بتقديم مرشحين معروفين بالنزاهة والخبرة والكفاءة واهم ويضيع وقته ويبعثر جهده دون طائل. إذن فمهما فعل الناخب العراقي الرافض والمنتفض والمصر على إحداث التغيير، لن يتمكن من منع نفس الوجوه التي جاءت بها الانتخابات السابقة من العودة مرة أخرى. وإن أقصى ما قد يستطيع فعله هو إعادة تدوير الوجوه القديمة ذاتها ومنحها الشرعية المطلوبة والقبول. الكاتب يرى أن المقاطعة الشعبية الواسعة الفاعلة إذا ما تحققت سوف تساعد على إعادة بناء الإنسان العراقي الوطني المعافى من الأمراض الطائفية والعنصرية والقبلية والمناطقية التي ساعد الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني على نشرها في المجتمع العراقي. وأهم ما يمكن أن تحققه المقاطعة هو عدم القبول بأنصاف الحلول وعدم الاعتياد على الأمر الواقع وخراب البيوت. تحدثت المبعوثة الأممية إلى العراق جينيس بلاسخارت أمام مجلس الأمن عن الانتخابات القادمة، وأوضحت أنها تسعى لإنجاح هذه الممارسة والعمل على تقديم الدعم لها من قبل الأمم المتحدة، مع الالتزام الدقيق بنزاهة وفعالية الانتخابات، وكذلك حددتها بمقولتها العالم يراقب. إياد العناز يرى في صحيفة البصائر أن بلاسخارت لم تكن جادة في قول الحقيقة وهي تدركها حول استخدام المال السياسي والنفوذ الحكومي والأدوات الميليشياوية في تسيير العملية الانتخابية. نطالع. إذا كان العالم يراقب، فأين هو من الممارسات العشوائية وأدوات الاضطهاد النفسي والبشري والاعتقالات والاغتيالات والتغييب الذي تمارسه الميليشيات المسلحة والعصابات التابعة لجهات سياسية متنفذة؟ وأين العالم من الأوضاع المأساوية التي يعيشها المواطن العراقي وأوجها الفساد السياسي والاقتصادي وانعدام وسائل العيش الكريم واستمرار الفاسدين في تنفيذ عمليات النهب والسرقة لموارد البلاد؟ عندما تتحدث ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، عليها أن تعطي الصورة الحقيقية للأوضاع السائدة في البلاد بعيداً عن التقارير والتصريحات التوافقية التي تخدم العملية السياسية القائمة في العراق ولغة الدبلوماسية التي تتعامل بها مكاتب الأمم المتحدة إرضاءً للقوى الدولية والإقليمية. ولدى التطرق إلى إيجاد منظومة سياسية للحوار والتكافؤ والانسجام في تحديد المفاهيم المشتركة لتعزيز آلية الحوار وفق أسس منظمة ومنتظمة، أشارت إلى العلاقات بين الأحزاب وضرورة إيجاد قواعد مشتركة وفهم لطبيعة الاحتياجات الشعبية والأهداف الجماهيرية التي نادى بها شباب ثورة تشرين.
ولكنها أغفلت حقيقة الوسائل والأدوات البشعة التي استخدمتها الميليشيات المسلحة في عمليات المتابعة الأمنية والاغتيالات السياسية والقتل والترويع والتغييب القسري للناشطين والإعلاميين البارزين والداعمين لحقوق الشعب العراقي. ويختتم الكاتب بالقول إن دور منظمة الأمم المتحدة ومكاتبها وممثليها في بغداد يستمر بعيدا عن تأصيل الوضع القائم الذي يعيشه المواطن العراقي بكل صوره المأساوية والأليمة، لكن هذه المنظمة وأدواتها لا يمكن لك أن تتجاوز الحدود المرسومة لها وفق المصالح الدولية والإقليمية، وتعتمد صياغة تقاريرها وفق الرؤية الدبلوماسية التي تستخدم عبارات الأسف والنظر والواقعية، وهذه مفردات أصبحت مستهلكة ومخيبة للآمال. حقيقتان مهمتان أكدتا عليهما معركة سيف القدس التي استمرت 11 يوما، وهما: الأولى أن هزيمة الكيان الصهيوني ممكنة وممكنة جدا، وأنه فعلا أوهن من بيت العنكبوت. والحقيقة الثانية أن هذا العدو الهمجي الخارج من ليل الأساطير والخرافات لا يفهم إلا لغة واحدة، وهي لغة المقاومة، لغة الرصاص، لغة الرصاص والبارود. نطالع. هذا العدو، وعلى امتداد أكثر من ربع قرن من مؤتمر مدريد عام 1991 إلى أوسلو 1993 وحتى الآن، لم يستجب لمبادرات السلام ولم يستجب لشروط السلام، لا، بل استغل مدريد وأوسلو والاتفاقيات مع مصر والأردن لفرض الأمر الواقع، فرفع وتيرة الاستيطان واستولى على 65% من أراضي الضفة و86% من أراضي القدس. إن النداءات والتوسلات كافة لم تقنع الشرير نتنياهو بالتوقف عن حرب التطهير العرقي التي يشنها على الشعب الفلسطيني، مستغلاً الانقسام الفلسطيني وأوسلو ووقوف السلطة ضد المقاومة المسلحة لاستكمال تهويد القدس وسرقة الأرض. انفجار ثورة المرابطين وصواريخ غزة وانتفاضة الجليل واللد فاجأت العدو الصهيوني وأفشلت خططه ومخططاته وأعادت التذكير بالحقيقة الأهم، وهي أن العدو لا يفهم إلا لغة واحدة، هي لغة المقاومة، وأن التفريط بالمقاومة هو تفريط بالوطن واستسلام للعدو ورفع للراية البيضاء. فالعدو الصهيوني الذي لم يحترم عهداً ولا وعداً ولم يمتثل لشروط السلام لم يعد عدواً أسطورياً، بل هو دولة أقل من عادية، هزيمتها ممكنة واقتلاعها ممكن وطرد اللصوص ممكن، ليعودوا من حيث قدم آباؤهم وأجدادهم. الكاتب يضيف أن هذا يعني بصريح العبارة العودة إلى المقاومة بكل أشكالها كخيار وحيد لا بديل عنه، والتخلص إلى الأبد من وهم السلام والتعايش السلمي مع العدو، فالمجنون من ينام مع الأفعى، وخاصة إذا كانت صهيونية. قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن الغضب الفلسطيني كشف أوهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإسرائيليين. وأوضحت الصحيفة أنه قبل نحو أسبوعين كان عدد قليل من الإسرائيليين قد تساءلوا عن أحد الإنجازات التي تحققت في مسيرة نتنياهو السياسية التي امتدت 3 عقود، وهي قدرته على إبقاء الفلسطينيين محاصرين مع تعزيز أفضل لعلاقات إسرائيل مع جيرانها العرب. نطالع. الصحيفة أشارت إلى أن نتنياهو، الذي أخبر الناخبين في الانتخابات الأخيرة بأن الإسرائيليين آمنون ومزدهرون في الداخل، لم ينتبه إلى آلاف الفلسطينيين في المسجد الأقصى في مواجهاتهم المفتوحة مؤخراً مع المتطرفين الإسرائيليين الذين كرروا الوعود بطرد الفلسطينيين من القدس المحتلة.
وتابعت الصحيفة بأنه ما هي إلا أيام حتى وجد الاحتلال نفسه يحارب الفلسطينيين على 3 جبهات مختلفة. فقد أطلقت حركة حماس من قطاع غزة 1000 الصواريخ على المدن الفلسطينية المحتلة، واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 وبين المستوطنين. وفي الضفة الغربية جرت اشتباكات بين 1000 المحتجين مع القوات الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن مصطفى البرغوثي العضو البارز في منظمة التحرير الفلسطينية قوله: اعتقدت إسرائيل أنها ستعمل على إضفاء الطابع الإسرائيلي على الفلسطينيين في الداخل، وستقوم بتدجين الفلسطينيين في الضفة الغربية تحت الاحتلال، وأنهم سيفصلون غزة إلى الأبد. لقد فشلوا في الأمور الثلاثة، والآن لدى الفلسطينيين في كل مكان هدف واحد، هو إنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي، وهو أمر غير مسبوق منذ عام 1948. ورأت الصحيفة البريطانية أنه بعد 11 يوما من الصراع فقد تحطمت أي آمال إسرائيلية في احتواء القضية الفلسطينية خلف الجدران والحواجز، بينما تقوم إسرائيل بالتوسع الاستيطاني الذي يعتبره معظم العالم غير قانوني، وإبقاء الضفة الغربية في حالة فقر واستمرار حصار غزة. اعتبر الكاتب البريطاني جوناثان فيرلاند مقالا نشرته صحيفة الجارديان أن قادة الاحتلال الإسرائيلي الذين يزعمون تحقيق إنجازات ضد المقاومة الفلسطينية لا يخدعون أحدا، فإسرائيل تدرك أنها تعرضت لكارثة استراتيجية. ورأى الكاتب أن العدوان الإسرائيلي الأخير ضد قطاع غزة وما صاحبه من انتفاضة في عموم الأراضي المحتلة كان أكثر الحروب فشلا وعبثية في التاريخ. طالع الكاتب يوضح أن الاحتلال لم يتوقع هجوم حماس التي تمكنت من اختراق منظومة القبة الحديدية والوصول إلى أهداف استراتيجية، وحرمان الاحتلال من بنك أهداف لضربها وتحقيق نصر لتسويقه محلياً على الأقل. بالنسبة لإسرائيل، يقدم القادة العسكريون تقارير تفيد بأن عملية حارس الأسوار نجحت في تقليص قدرة حماس العسكرية، وأن معظم من قتلوا في العملية هم من مقاتلي حماس، وأن ما تم إنجازه خلال الأيام 10 الماضية يتجاوز بمراحل ما تم إنجازه في حروب 2009 و2012 و2014 مجتمعة، ولكنهم لا يخدعون أحداً. فإسرائيل تدرك أنها تعرضت لكارثة استراتيجية، فقد كانت هذه أكثر الحروب الحدودية فشلاً وعبثية في التاريخ بحسب ما كتبه محرر صحيفة هآريتس ألوف بين. فهي لم تتوقع هجوم حماس عليها، ومع ذلك فإن الإخفاقات الأكبر سبقت هذه المواجهة الأخيرة، فقد أقنعت إسرائيل نفسها بأن كل شيء هادئ على جبهة غزة، والأكثر من ذلك أنها اعتقدت بأنها أسكتت القضية الفلسطينية تماماً، وساد لديها الاعتقاد بأن اتفاقيات أبراهام التي أبرمتها مع بعض دول الخليج ومع غيرها حولت الفلسطينيين إلى شيء لا يؤبه له، وها قد رأت الآن حماقة هذا الوهم. وبحسب الكاتب فإنه يتوجب على إسرائيل قراءة اللوحات التحذيرية، فنحن الذين طالما نددنا بالاحتلال لم نتوقف عن القول إنه ما لم تفعل إسرائيل الشيء الصواب وتقوم بإنهائه فسوف يتم تصنيفها في نهاية المطاف دولة منبوذة. وإذا ما أخذنا أحداث الأسبوعين الماضيين دليلا فإن ذلك اليوم أقرب وأقرب. استخدمت الخطوط الجوية الفرنسية وقودا مستداما تصنعه شركة توتال بالاعتماد على زيت الطهي المستعمل لتسيير رحلة عابرة للقارات دامت أكثر من 7 ساعات فوق المحيط الأطلسي. واستخدام الوقود الحيوي ليس أمرا جديدا على الخطوط الجوية الفرنسية، فما بين عامين 2014 و2016 استخدمت 78 رحلة بين باريس وتولوز ونيس استخدمت 10% من وقود الطيران المستدام الذي تنتجه شركة توتال.
وما كان مختلفا أنه في رحلة الخطوط الجوية الفرنسية 342 التي أقلعت من مطار باريس شارل ديغول متجهة نحو مطار مونتريال الدولي بكندا أنه تم استخدام الوقود البديل في رحلة عابرة للقارات بطائرة من طراز إيرباص A900 و350. بالنسبة لرحلة الخطوط الجوية الفرنسية رقم 342 أمكن تحميل 43 طنا من الوقود على الطائرة، بما في ذلك 7 أطنان من وقود الطيران المستخدم أو المستدام القابل للامتزاج تماما مع الكيروسين دون الحاجة إلى تعديل المحركات أو إجراء مراقبة خاصة في أثناء الصيانة. إلى الوجه الآخر لحرية التعبير ورسوم الكاريكاتورية. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.